عما راح نخلص له الاقلامات لهالباباتي. قولي. والله بكره ما بنخلص من حلقه والله. كيف سيدي؟ شو بدي اعمل يعني؟ اعلى ما بخيله يركبه. الله لا يوفقكم يا بيت القاعد ربي. شو أدن الصبح باباتي؟ ايه أدن سيدي أدن، أنا بدي نملي شي ساعتين. ها شو خربت لي بيتي يا روحي، يخرب لك بيتك. قلت لي بدك تنام ساعتين، ان شاء الله بتنام ما بتفيق، ان شاء الله نومت اهل الكهف، لك ان شاء الله سم العدولي، لك ان شاء الله مطرح ما يسري ياري، يخرب بيتك. خلصت لي الاقامة. لك روش داسي روش بك، كل اللي اكلناهم 4-5 ضمايا، شو صار يعني؟ 4-5 ضمايا؟ لك قول رطلين ثلاثة قدامي، يخرب بيتك وين رحت فيهم؟ لك حمار ما بياكلوا. لك روّي سيدو، روّي شباك، روّي روّي؟ منين بده يجيني الروّي؟ ضريتني الله يضرك من عالي. الهوى عيوني بلونا بالهوى عيونك، وخدودك ما شفت وردة بلونا. اوه عم تغني مبسوط، ما الله لا يوف. لك عم بدك يعني يزعل؟ لك شبك شبك حايس لايس. لك ما عم اقدر اطلع، معدتي ماسكه سيدي، معدتي ماسكه. الله لا يقيم الشده عم معدتك. هذا كتام كتام من الاقضام يا باباتي، كتام. تحمل تحمل. كتام؟ ليش الاقضام بتعمل كتام سيد راسي؟ لا باباتي بتعمل اسهال. لك اذا القضامة مو الك، بطنك مو الك. تحمل تحمل، يخرب بيتك. شو عينك جوعاني جوعاني وفجعان. قوم 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 بيعلى بابا تبلع لك. اوف اوف اوف، نحن يا ناس بالكرم ماضين، وسيوف رجالنا بالحرب ماضين، بالحرب ماضين، وسبقنا حاتم طي عالكرم ماضين، وروس الدبايح عالأربع جناب. ياي 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 يا باي حاتم طي، حاتم طي ما بيطلعنا طبخر كرمكم سيدو. لكان لكان باباتي لكان. بتعرف عجبني البيت هذا بس في دراسي، عجبني. تعلمني اياه؟ بدك تتعلمه؟ بكره الضيوف بتكرفتوا عليك كرفته باباتي. شو هاد؟ بلا بلا، البيت عتابه ما حبيته اصلا، انا وكيلك ما حبيته. اوف 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 اوف. اجت 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 اجت.
شو كنتي عم تساوي انتي وياها بالمشرقة؟ لا يا اخي وانا كنت عم بسقي زريعة. بالله بركي رجع ابوكي من شغله، شو بيحكي ساعتها؟ يا مو هذا البيت مثل القبر، لك لا ارض ديار لا شجر لا بحر، والله الشيء بيخنق خنق. شو بدنا نساوي؟ الله دخيل اسمه هيك كتب علينا، بكره ان شاء الله بنرجع على بيتنا بالشام. امتى؟ الله كريم يا مو الله كريم. مرت عمو خذونا شي سيران، والله هون في مطارح كثير حلوه، والله ضايع خلقنا. طيب بس يجي ابو خير وبقول له بركي بياخذنا على البحر. على البحر؟ بحر؟ انه يبعث لي حمى على هالابو وضاح، يعني هلا باله مرتاح للعزايم. ابو وضاح طول عمره كريم وابن اصول وما بيقدر الا يشارك الناس افراحها واحزانها، كبير كبير مرتخي. أيوة. شو عم توتوتو؟ عم قول يعني كانت ضروريه هالعزيمه هلا. لك والله اللي فيكم مكفيكم. لا ايوه شو عم تحكي انت؟ بيت ابو وضاح لازم يضل مفتوح للرايح والجاي. والعقيد ابو فهد الله يرضى على اسمه، سعره بسعر وضاح والله بيعلى. الله يجيبه الهي هو واخته بالسلامه ونرجع كلياتنا ايامنا مثل الاول. واحنا يا ترى بشوفه قبل ما اموت؟ لك ان شاء الله بتشوفيه هون وبتشوفي اولاد اولادهم كمان. ام وضاح اللحمه استوت، اطفي تحتها وقيمه على جنب. ايه تقبريني، يلا قايمه اجيب لك المصفايه. طيب يلا. يا أخوان يا أخوان اسمعوني، اليوم كل أهل الحارة معزومين عندي بالبيت العشاء بمناسبة زواج العقيد أبو فهد. إن شاء الله ألف مبروك يا مختار. إن شاء الله ألف مبروك يا مختار. العقيد لك مبروك عندي في هناك. إي الله شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شلون ما بدك تتغندري وتتزوقي؟ والله مو ضروري يا جماعة. يتطلعوا على قبري على هالسمعة عروس وبليلة عرسك وما بدك تتغندري؟ هي ما صارت بعمرها يا مرت عمي. والله أنا أرملة. وإذا كان أرملة ما شاء الله عليكي أحلى من البنات. أي والله اللي بشوفك بيقول ما شاء الله، لا أنا متجوزة ولا عندها أولاد. وبيهون عليكي تقابلي شاهر بليلة عرسك من دون غندرة؟ ما بكفي عرسكن هيك عالساكت بلا دقة ولا رقصة؟ لا مرت أخي هي مالك حق فيها ابنه. هلأ بيهون عليك زعل شاهر؟ لا أيو كل شيء إلا زعل شاهر. إيه ها شفتي شلون تقبريني إن شاء الله. خلص مثل ما بتكون مرت عمي. إيه هيك ها ديبي الله يستر عليكي، روحي جيبي الماشطة وتعي أوها. من عيوني تكي بروح بجيبه وبرجع. لا تعوقي. لا الله معك بخير المسن حلو. أهلين عنوني. أهلين وسهلين. شو وين صاحبك ابن نجيب ما لي شايفه معك؟ اللي بعيد عنك مكتم ومو حسان يمشي. لا ما على قلبه شر، بس شو دخل الكتام بالمشي دخلها؟ لك مو بس مكتم متورم كمان. اوف 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 منين؟ هذا يا سيدي امبارح اجى لعندي اكل قتلي حشكو لبك من اخوه لابو دياب. يا لطيف. طيب القتله وفهمناها ماله حسنان يمشي، بس الكتام من ايش يعني؟ من قدر مو متزهرن وطعمه، ان شاء الله مطرح ما يسري يهري ان شاء الله. اكل كثير وطعمه؟ لك عن نص الكيس اكله، بعدين رايح انا عند ابو صفوان جيب له حقنه. خاطره. حقني. مرحبا. اهلا وسهلا. وين ابو صفوان؟ شو بدك منه؟ مكتم، عفوا قصدي ابن نجيب مكتم. قديه صار له ما خرج؟ يعني بدك تقول يوم يومين. ايوه معناتها بده حقني من كل بد. لك ليش جاي لعندك الزلمه بده حقني؟ عمي التحويجه بتكلفك برغوتين، وايش كان انا بدي اتحشله اياها؟ في بظهرهم برغوتين تانيات، يعني برغوتين كراها وبرغوتين للتحويجة. اوف والله كتير. طيب شو رأيك يورجيك فيهم على صندوق العجائب؟ ما عندي غير هيك عمي، ما عندي غير هيك. يعني هلأ إذا أخذ حقني بيقدر يروح على العشاء؟ أنو عشاء؟ عشاء المختار. لا أوعها بياخذ الحقني من هون
بده يقعد بالفرشة ساعة من هون. حاكيني هو. ايه. هلا ابو نجيب معزوم على العشاء عند المختار. ايه معزوم عند العشاء عند المختار، بعدين انت شو بدك لك؟ إذا معزوم على العشاء ولا مو معزوم، العرب بقلبك طلعت شري. يلا أعطيني التحويجة. ايدك على أربع براغيت. وليش أربع براغيت؟ برغوتين بس. ما بدك يعني تحشلو إياها أنا؟ لا أنا بتحشلو إياها. ايه إيش كان هيك تصطفي؟ رح بحضر لك إياها. يلا. عميد. ايه. عميد. شو بدك؟ هلا مر لعندي على الدكان بعد ما تاخذ تحويجي، بعطيك شويه شطه من عندي، بتلك كله راس الحيني قبل ما تحشت وياها. شو لك يا برني اللي خلقك؟ يلا هلا بجي. يلا عقيد، نحن جايين لعندك وبدنا منك طلب. تأمر بشو؟ ما خير. استغفر الله، ما يأمر عليك ظالم. بدنا نعمل لك عراضه والشباب مستنين كلمه منك. بدكم تعذروني، طلبكم ما بدي. لا يا عقيد، بدك طلعنا من بيتك بالخجلة. ما عاش لي خجلكم، بس مثل ما قلت لكم أنا ما بموت. لكان مين اللي بيمون عقيد؟ العقيد أبو أدهم الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه عقيد. بس العقيد أبو أدهم مات. ومات الفرح معه. بس يا عقيد. شرفوا شباب شرفوا. تفضلوا خذوا. طالع تتمشى شوي ولا طالع تتعشى؟ لا مو طالع تعشى سيدي راسي، طالع تمشى. فكرت؟ إيه لا تفكر. لك إذا أنت العدل أنا رباطه على همان يا فرعون.